وفي مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، حوالي 600 شرطي يقومون بتأمينه عشية عيد الأضحى المبارك نظرا للتوافد الكبير للجالية الجزائرية من مختلف العواصم العالمية. التفاصيل نقلتها ليليا داود. هنا نحن متواجدون ببهو مطار هواري بومدين، حركية غير عادية، عشرات الرحلات مبرمجة، أكثر من 600 شرطي انتشر في جميع أرجاء المطار لتأمين المسافرين القادمين من مختلف العواصم الذين أبوا إلى أن يقضوا عيد الأضحى بالوطن. حيث يوجد حاليا ما يزيد عن 600 فرد من أفراد الفرقة بمختلف الرتب، إطارات وأفراد، كلهم مجندون للسهر على راحة هؤلاء المسافرين وتقديم لهم أحسن الخدمات والتسهيلات، سواء فيما يخص الإجراءات الشرطية وأيضا العمل على تطبيق جميع الإجراءات الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة مسافرينا ومطارنا. تزامن وجودنا بالمطار مع وصول طائرة عربية المسافرين على متنها جزائريين بزوجاتهم البريطانيات، إنها فرحة العيد بالوطن. من ديسمبر ما جيش دوخا، جيت نعيد مع لا فامي بيان سور، والعيد في البلاد بيان سور وخير خير من الحمد لله، لا باس ما كاش لاشان كبيره وفامي. انا نجي كل خطره، عندي واحد 4 شهور ملي جيت، وشنو هو صافي لونطون وانا ساكن تما، جينا نجوزوا العيد مع الوالدين ونشوفوا بلادنا والحمد لله، وكي نشوفوكم ثاني هكذا واقفين نفرحوا بكم ثاني. جينا نعيد في الجزائر اصلا قبل الاضحيه، نذبحوا ان شاء الله، نعيدوا مع موالينا ولادنا ونفرحوا فرحه، ونباركوا اياكم ان شاء الله، صح عيدكم لجميع الشعب الجزائري ان شاء الله. رغم هول الصدمه في اعقاب العمليه الارهابيه التي استهدفت مقرا امنيا بتيارت، الا ان عناصر الشرطه على اهبه الاستعداد لتامين كل المرافق الحيويه يومي العيد وسائر الايام.